إذن يا دكتور، يعني حضرتك ذكرت في حديثك منذ قليل عن رؤية أمريكية حول قطاع غزة، لكن لو هننظر للصورة الأكبر وحتى الرؤية الأمريكية للأراضي الفلسطينية، إن كانت ضفة القدس أو حتى قطاع غزة، وبالاعتبار أيضا أو بالنظر لمبدأ حل الدولتين، هو بالفعل في أمر واقع إنه في فلسطينيين موجودين في هذه الأرض وهم أصحاب الأرض وفي دولة إسرائيل. يعني وجهة النظر الأمريكية في التعامل مع هذا الموقف هتكون إيه؟ لأنه الوضع سيبقى كما هو عليه، يعني في ناس عايشة في الأرض دي. البرة أخرى سيدتي، أمريكا تدير الاحتلال ولا تعمل على إنهائه، تدير هذه الأزمة ولا تعمل على إنهائها، وتحاول جدا أن تجد ألف طريقة لكن وطريقة أعمالا بهذا المبدأ يا فندم، إسرائيل لن تكون في أمان أبدا. يعني دكتور أحمد، يعني تفضل. أعمالا بهذا المبدأ أنها تدير هذا الاحتلال، الهدف الأول للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون إسرائيل آمنة. لن تكون إسرائيل آمنة إذا فقط توقفنا عند إدارة الاحتلال. هذا جزء، كل احترامي لك، هذا جزء من الرؤية الاستعمارية الخاطئة واللي دائما تبقى أنه يعني تقبل عدم الاستقرار من أجل الاحتفاظ بالأرض. وبالضبط هيك يعني إسرائيل وأمريكا تقبلان أنه يصطدموا ويشتبكوا، ما مش بس مع الفلسطينيين، وحتى مع الإقليم العربي، ومن أجل أن تبقى إسرائيل تحتفظ بالأرض. ليه تحتفظ بالأرض؟ لأنه في تيارات حاخامية وتوراتية تعتقد أنه دولة التوراة في الضفة الغربية المحتلة ويجب الاحتفاظ بها، وبالتالي هم بيغامروا بحروب من أجل إبقاء الاحتفاظ بالأرض. ليه؟ لأنه حتى اللحظة لم يدخلوا حرب حقيقية، لهذا السبب هم بتشجعوا أنه مديروا الاحتلال، يقول لك أنه هاي حروب هادئة منخفضة الوتيرة بتأثرش على العالم، وبالتالي ممكن نفوت هاي الحروب ونتعرض لبعض الخسائر من أجل أن نحتفظ بالأرض. لذلك هنا المسألة أنه عندما تشعر أمريكا وإسرائيل أنهم بيخسروا على مستويات عديدة، عندئذ بيفكروا بتسوية حقيقية. أما حتى اللحظة هم بيعملوا عمليا طرق التفافية، مبادرات، أفكار، قرارات حتى أممية يتم إفراغها من مضمونها، اتفاقات هنا وهناك وأيضا يتم إفراغها من مضمونها. الجديد أنه إسرائيل بتقول أنا مستعد أو أنا أستطيع أني أطبع مع العالم العربي دون حل القضية الفلسطينية. هنا الخطر الشديد، وهذا أيضا بشجعهم أنه ما يحلوا مع الفلسطينيين. لهذا السبب إحنا كفلسطينيين يعني بنفوت بخسائر، لأنه يعني أيضا بندفع ثمن الخسائر والهزائم اللي بكل حوالينا. تأكيد.